هي هاجرت في سن صغيرة مع عائلتها إلى كندا، لكنها لم تنسى حلمها بأن تصبح يوما ممثلة، فدرست في معهد للفنون المسرحية في كندا، ولذلك طبعا أصبحت واحدة من نجمات السينما هناك، وقدمت أيضا للسينما العديد من الأدوار قبل قدومها إلى مصر بطلب شخصي من الفنان محمد صبحي. إنها الممثلة الكندية المصرية كريستين سليمان. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. كندية ولا مصرية؟ أنا يعني مولودة في مصر، أنا مصرية بس عشت في كندا. أوكي. فأنا مصرية كندية. حلو حلو هاي المكس. بالضبط. شرقي غربي. راح نتكلم عن آخر عمل شاركتي فيه، وإحنا سبق وتحدثنا فيه الأسبوع الماضي مع مخرج هذا العمل، وهو المخرج عادل سرحان، وهو بيترويت، اللي بيتكلم طبعا عن العنف ضد المرأة والرجل في ديترويت أو الجالية العربية هناك. خبرينا عن دورك في هذا الفيلم. بالضبط. دوري أنا طالعة أخت البطلة دارين حمزة، بحاول أساعد أختي تهرب من جوزها اللي بيعملها وحش وبيضربها، اللي تهرب وتجيلي في ديترويت، وفي نفس الوقت أنا متجوزة وبحاول أخلف مع جوزي، بس عندي مشكلة اللي مش عارفة أخلف. ففي أشكال كده لمشاكل بتحصل في الفيلم. حلو. المشاكل اللي حاول يطرحها عادل في فيلم بيترويت، هل هي قريبة من مشاكل أيضا الجالية العربية الموجودة في كندا على سبيل المثال؟ أيوة طبعا. المشاكل اللي بتحصل في الفيلم، عشان كده أنا حاسة أن الجمهور هيحس بالفيلم أكتر، عشان حاجات بتحصل في الحقيقة، فأكيد الجمهور هيحب الفيلم إن شاء الله. جميل. كريستين، أنت طبعا لك أكثر من تجربة سواء بالمسرح، بالتلفزيون، بالفرنسي، بالإنجليزي، وعلى ما يبدو أنه في تحضيرات خفية أو خلينا نقول ميول وحب وغرام للبوليود بجانب هوليوود. أيوة. فخبرينا وين وصلت في هذه التحضيرات غير اللغة الهندية؟ تعرفي أنا جالي كذا سيناريو كده، بس لسه ما لقيتش الحاجة اللي أنا بحبها ونفسي أعملها، يعني حاجة تشدني. وأنا بموت في بوليوود وبموت في الحاجات الهندية واللبس الهندي والأكل الهندي. فإن شاء الله يعني أكيد في المستقبل هيجيلي الفيلم أبقى نفسي أبقى أمثل فيه. بالذات قريبة يمكن لطموحاتك، هي بتحب الأغاني، الغناء والتمثيل والاستعراض زي شريهان. يعني عايزة أقول لك عالمهم قريب جدا من عالمك. يعني بصي، وأنا صغيرة كنت بتفرج على شريهان وأنا بموت في شريهان، مين ما بيحبها. وهي فعلا اللي ادتني، يعني حسيت إن أنا يعني عاوزة أبقى زيها كده. يعني كنت بقول لماما وبابا أنا نفسي أطلع زيها، ما كنتش عارفة يعني الشغلانة دي إيه، بس أول ما كبرت دي ممثلة، أنا عاوزة أبقى ممثلة. حلو. يعني لو كان في مشروع مسلسل عن شريهان مثلا، تحبين، عندك هذه الرغبة ان انت تقومين بالدور؟ نفسي، بس في نفس الوقت لازم ابقى زي، يعني تعرف لازم ابقى زي شكلها، وانا مش شكلها قوي، فلازم يعني كل شيء بيصير الحين في الشكل. لانه انا بحب ان حد بيلعب الدور يعني عن واحدة حقيقية، يعني لازم يكون شبهها، بتبقى طبعاً. يعني حاجة كويسة اكيد. بس شريهان بعد انقطاع ده بسنوات على ما يبدو راح ترجع لعالم التمثيل، ففي رغبة انك انت تشاركيها؟ طبعا طبعا، وهي لو سمعاني دلوقتي انا هموت نفسي اشتغل معاها. معنا على فكرة في عندنا يعني بعض الزملاء في الجاليري يقولون انك في يعني لمحة من شريهان. فعلا هم قالوا 3-4، زادوا 5 يقولوا في لمحة. ليكي كمان كريستين تجربة في الكتابة. أيوة. كتبتي سيناريو يمكن عالم الكوميديا، ولكن ترددتي للبيع لأنه كان حيكون في تغيير. كان عاوزين يغيروا شوية حاجات فيه، بس أنا لسه مستنية لما ألاقي المنتج اللي عاوز ياخد السيناريو زي ما هو. ممكن يعني نغير شوية حاجات بسيطة، مش كل حاجة، بس إن شاء الله هلاقي حد ان شاء الله. دائما احنا يعني كعرب لما نشوف السينما الامريكيه والغربيه بشكل عام نقول ان احنا في بيننا وبينهم فرق كبير. انت اشتغلتي هناك واشتغلتي هنا، ايش اللي عندهم وما عندنا؟ يعني التكنولوجيا صار في يد كل كل, كل كل مخرج وكل شركه انتاج. بص، الميزه في لما بتشتغل في مصر وفي الدول العربيه، هم يعني بيحبوا ياخدوا وقتهم. فالميزة اللي انت الممثل بتاخد وقتك في وانت بتعمل ريهرسل وبروفا والحاجات ديت، مش زي كندا كل حاجة بسرعة، كل حاجة سريعة. فدي الحاجة يعني اللي ممكن اقول لك اللي هي مختلفة عن كندا وامريكا ومصر.
جميل. وعندك غير بترويت حاليا يعني تحديدا في مصر؟ ايوه عندي فيلم هصوره السنه الجايه ان شاء الله اسمه سمر اوف 76، يعني الصيف بتاع 76. دي قصه حقيقيه حصلت في السبعينات وقصه جميله جدا، وهنصورها في بنسلفانيا ان شاء الله. ودورك ايش راح يكون؟ انا دوري طالعه بنت طالبه بتعمل موديلنج كمان، وبتقابل الواحد من البطل. انت اشتغلتي موديلنج اصلا كمان؟ انا عملت شويه موديلنج وانا صغيره، ودلوقتي بقيت اعمل اندورسمنت ديلز وحاجات زي كده، بتبقى فن. والدور لذيذ جدا، والبطل بيعجب بيها بليسا الدور بتاعي، وبيحصل كده شويه حاجات بس مش هقدر اكلمكم اجي على الفيلم. لا علاقه بكونك من اصول عربي ولا لا؟ نعم. لا علاقه الدور بكونك انت من اصول عربيه؟ لا خالص. لا خالص. حلو حلو، معناته خلاص اندمجنا يعني. اصولي هيحط لي باروكه اكيد، ولا اصولي شعري المفروض يكون على السبعينات كده اوكي. طبعا عشان يلائم ال انا اتذكر ايام السبعينات كانت حلوه. لا والله على اساس انه كان موجود فيها يعني. لا احب السبعينات. طيب انا بحب الغنيات السبعينات يعني. اكيد. ساكنه بكندا او مقيمه بكندا، وراح تنتقلي مؤخرا ان شاء الله الى الي لوس انجلوس. بالظبط كده. جالي مدير اعمال بتاع هالي بيري، هو اللي عمل لي سبونسرشيب عشان اروح اشتغل هناك في امريكا. طبعا عارفين ان الممثل اللي مش عايش في امريكا لازم يقولوا لازم يكون عنده فيزا عشان يقدر يهاجر هناك ويشتغل، فهو اللي عمل لي كل حاجه. ممتاز. بالتوفيق ان شاء الله. أكيد. يا كريستين سليمان شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا في طبعا خير. انا عاوز اشكركم جامد يعني على المقابله اللطيفه دي، واشكر ام بي سي والكرو. حبيبتي تسلم، يعطيكي الف عافيه، شكرا لوجودك وكل التوفيق ان شاء الله. ميرسي جدا. شكرا. إذا الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على المتابعة، يومكم سعيد وإلى اللقاء غدا في حلقة راح نختم مع جورج ووسيم، وأحلى تحية لهم، يعطيكم العافية. انفخ.